رجعنا من جديد الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم. حتى في الاوف صعيب السيطره عليهم الجماعه اللي معنا اليوم لهنا. مش مولي ياسر ياسر برجولي بقياده اي والله حرام عليكم ماشي فيه يا ودي. كنا هناك واحد يسب في البرنامج يسب في تاج وهو مش في البرنامج. قال مش بتسكتوه هذا وهو راقد ولا ذا كيفاه هذيك اللحم تاع حلوه حتى تجي فيها الروح. غدوه نادي الافريقي مع مستقبل سليمان ويكلو الماتش. خلينا نبدا معك انت ذاك باش ما نقصش عليك في الاخر. لا انا تعرف شو يعمل سيد عليك يقص علي شد في مطر مش خليش كده. ذاكر الكلوب معناها غدوه ماتش ضد سليمان. بون مش في احسن حالات لكن مستانسه تقلق الكلوب سليمان. لكن الكلوب اليوم بشكل جديد مش قاعد فرط برشا في النقاط. مرتبه ثانيه في البطوله. بيتونيم تعودنا برشا تغييرات في التشكيله نتاعو بين كل ماتش وماتش. تتصور يكمل في السياسه هذه والا لا؟ لا ماهيش. شوف راه كي نرجع بيتوني ماهوش كيما البدايات كيما تو. عنده الحق في البدايه تاعو كيما جوارات جدد هو جديد بالماتش تاع ميكو يبدل بزيد قاعد ينقص قاعد يمشي ومحسوب قاعده تظهر التشكيله اللي عنده قاعده بدات تتحسر. فما اصابات فما غيابات لكن الكولون صحيح مش قاعد يتغير مع بيتوني مش قاعد يتغير معناتها موجود يمس في الخطوط الكل. يمس الدفاع يمس الوسط يمس الهجوم كل ماتش. مش يمس الدفاع كيفاش؟ لي دو زاري كي تضرب له ليبي شيعمل؟ لي دو زاري يتبدلوا كي تضرب له ليبي شيعمل؟ شنو ما تضربش ليبي؟ ضرب له ماتش اللي فات وراه مقابله ما لعبش. ايه يرتع شوف فما كواليس في المباريات هو مدربين حتى طارق مدرب راه ساعات يجيك جوار انت تخاف عليه الماتش اللي بعده وتعمل حسابات سليمان ما تلعبوش على خاطر حاج كبير اللي بعده على خاطر يجيك الطبيب يقول لك راهو دقه ويجي جوار يحب يلعب انت تخاف. هو حتى تكلم وقال سي تان شوا منه هو معناها ماهوش معناتها ماهوش اوبليغاسيون. شوف بربي حاب فما حاجه فهموها راهو في التصريح احنا كنا نحكيو في اوف في نوع تو شو محلانا راهو مش اي تصريح تطقو. ساعات راهو فما مدرب يحمي الفريق نتاعو، ساعات مدرب يوريك اللي هو مسيطر، ساعات تصير الحاجة الباهية اللي في النادي الافريقي توا أي كارثة كانت تصير في الفيستير مازالت ما صارتش وهي تخرج لبرا توا ما عادش يخرج حتى شيء، فما راهو الديسيبلين في أي جمعية راهو ماكش تلقاهاش توتال راهو من العام لآخر العام. هو علاش ذاكر توا سلام لا لا سلام سلام قال لك الفكرة متاع سلام للتغييرات ما تخليش يطابع اللعب باش تحسن الفون دو جو باش تحسن متاع الجمعية. شوف النادي الفريقي فما لا شوف أنا أول واحد قلتها مع ماتش بقردين شفت بصمة متاع ثم بصمة متاع مدرب لكن بالتغييرات التغييرات تتبدل الفون دو جو ما تحسنش يطابع اللعب ما يتحسنش ولا يتيح شوف ترو ماتش حبة من حبة ترو ماتش خويا ضيعت كلوب سي بوان مش نبدا في بالك. لا 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 عاد سيد علي هذا شوف لا خلينا نتكلم عاد شنو تي تو اللي قلت سي بوان ولا ما قلتش رونيل اي شنو رونيل كارثه النادي الافريقي هذا هو اللي صاير هذا كيفاش شو ما قلتش كارثه شو انا في بلادك يا سيدي علي بلادك حاول باش تلعب لا 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 تراجع عمل 3 نيول ما حتى حد بحكي عليه الموضوع هذا لا احكي احكي لا 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 هي بدلت مدرب ما ندخلوش مش حكي مش حكي ما نقولوش قدام غلط معناها يا خويا تكلموا الدنيا تقلبت مش محكي عليها حد تكلموا انتم تكلموا انتم سيدي انا تو دخلت من الشارع ما نفهمش كوره قاعد نتكلم اسمعوني عاد قاعد يتكلم كيما تو شوف راني كيما حميت على الناس كيما راهو لازمني نقول الحق كيلك سؤال كلوب ولا جماعة أخرى. أنا قلت على تو نرجع لمارشالي خفيف فما طريقة نتاع كلام صايرة في البلاتوات ثلاثة نيول بالك النادي الفريقي وقت اللي بديمارة في الشامبيونا وعمل ستاج في تبرقة ماشي في باله ولا العباد ولا البلاتوات ولا هو ولا أنا ولا جمهور باش تعمل 24 ربح على بعض صحيح عمل ثلاثة نيول الثلاثة نيول لازم نربطها ماهيش نربطوها بالتغييرات تعملها نجموا نربطوها بالإفكتيف اللي هو جاي جديد اللحمة مازالت ما صارتش تنجم تقول لك يغير يطيح الريتم نقول لك ايه راهو يطيح الريتم زاد يلعب مع ادفرسير الناس كل تعرف ترجع تلعب كورة تو سليمان ها نشوفوا فيه مشاكله برئيس النادي نتاعها اللي مشى وربي يخلص وحلو بالبداية نتاعها معناتها ماشي سليمان كي تخسر في بلادها لازم تجي ما تقلقش كلوب رينا النادي الافريقي ترجي جرجيس من الاحسن النوادي وقاعدة توقف الناس الكل وقت اللي لعبت مع النادي الافريقي في رادس كانت النادي الافريقي اغلبيه ثلاثه ارباع من المباراه كانت مسيطره كانت فما حاجات تعملهم جرجيس موجودين وكي تاع نادي فما بصمه الحاجه الباهيه اللي قلت انت على المدرب صحيح الناس كل فاقت فما بصمه لكن راهو التعادلات انا اش قلت الشيء اللي رناه في النادي الافريقي سنه من الاداره
انا ولد نادي الفريق ونعرف هذا فما كواليس ما نحكيش. النظام اللي صاير توا في الاداره في اوكي مع جايين المستثمر اللي هو رتح الناس الكل كانت كارثه بتصير في النادي الافريقي مادين. لكن فما فرق ما بين واحد يدفع لك فلوس وما تعرفش تخدم وفما واحد يدفع لك طرف فلوس وتعرف تخدم. النادي الافريقي اللي صاير في الاطار الفني في المدير الفني للشبان في النظام اللي صاير في البارك في الاداره اللي ما هي رئيس النادي من الهيكل التخيل والاداره مع اللي معاه فما نتيجه ممتازه. انا قلت له كان هذوما المدرب هذا يخسر 6 مباريات بالخدمه اللي قاعد تشوفها وبالكواليس اللي نعرفها انا ما لازم الفريق هذا. شوف كم كامل ما كملتش الجمله شنو 6 مباريات كان يخسر 6 مباريات كمل انا ما نحيش انت ما تنحيش وانا كلم وحكيت مع رئيس النادي المدرب هذا ما لازموش يتنحي. الفرق بين الكلام والواقع حاجه والواقع حاجه. دقيقه انت يخسر 3 مباريات ما تقعد تشوف البريسيون تاع الجمهور. اسمع عاد تحكي لك عاد انا كل انترفيو ولا كل كلمه نقول لك ها هو السيد المدرب بعدا ها يا سيدي نحب نحكي حكايه انا ويسمع فيها الطرابلسية في طنبوق وشادين الكرم ما نجموش يكسروا له كلمته. ها هو المدربين كلها جات البود البود السيد هذا خاطر نعرف المبادئ نتاعو صحيح ولا غال؟ سيدي علي صحيح مش بيها سكنو طردوني خاطر تحب تحكي وحدك قلت خاطر ليه طردوك طردوك ما بدلولكش مبادئ ايه ما بدلوش مبادئ رئيس النادي هذا رئيس النادي هذا بالانتداب اللي صار بتاع اللاعبين ومتاع الواحد بتاع المدرب بتاع الستاف تكنيك انا الخدمه قاعده تظهر النجم تعديو باساج فيد ما نجيوش ندخلوها بعضها وانت قلت لي كلمه بريسيون تاع الجمهور ما يمنيش في الجمهور المسؤول غول ما يمنيش في فيسبوك ما يمنيش في الجمهور خالي يجاوبك مش موافقك برشا سيدي علي. شوف بالنسبه للنادي الافريقي الامكانيات والظروف اللي توفرت سنه من عزمه ثم سيفري زاد الهدوء رجع صحيح شوي برشا كلام كان قبل اي حاجه تصير في الفيسيير تصير في التيرا تخرج جواد لكن الحقيقه مع النادي الصفاقس شفت تراجع في النادي في النادي الفريق مع صفاقس تلعب مع صفاقس شفتها صفاقس محترم سيبري لكن لا كي تجي الجمعيه تسكر له بالكدا يلقى مشكل في باجه في التيرا في الظروف هذيك ماتش نيل تجور عادي بلاسمون عادي لكن مع النادي الصفاقس والتعادل الاخراني مع تعادل النادي المستيري يا يعني سيدي علاش يقولوا على المدرب الريال مال؟ ليه؟ ليك في اربعه نحن ما قلناش خير. وانت شونجمون دريت من تاع خليل موجوده كان في النادي الفريق خليل خليل نسق خليل شونجمون دريت ما قلناش ما قصش عليك هو ما قصش خليل كم ما قصش عليك نحن ما تقولناش كلام ما قلتوش ما تقولنيش كلام ولا تخمم انت كلام اللي انا ما قلتوش قلت ثم تراجع وفي التشكيله كي ثم التغييرات تنقص لوروبير مفروض باش تحسن طبع اللعب نحكي اون جينيرال في كره القدم باش تحسن اللعب ما تصيرش برشا تغييرات وزيد ثم دي ريكروتمون ملاعبيه لتوا ما وروش حاجه كبيره خصوصا للجوش للجوش شنو كاميروني؟ لا سيلي يحكي لا خلف السهيلي لا الاسمراني هذاك اللوردي ولا شو اسمه شكون ما فهمتكش كامروني ايه كامروني كامروني مستوى محترم ما شفتش حاجه كبيره لا ماكش تبع فيه برشا مستوى محترم برشا حتى الجماهير فرحانه به برشا لا انا بالنسبه لي انا الكاليتي نتاعو مازال سو البلان اوفونسيف ما شفتش حاجه كبيره شفت طلوع وسنتراجات وخدمه وكسر ومشى وماركا واحدة يا سيدي علي نحكي لك حكاية اليوم عمل الفارق خليه ما تعرفش باش نعطيك البيفو شو اسمه ذاك البيفو شو اسمه سيماكولا مازال زاد سيماكولا مازال ما بروش بالكافيه لازم هذا نعطيك حاجة في لي شونجمون منهم مرة ثلاثة نحاهم الزمزمي والصغير ولا أحمد خليل لغة نحاهم ثلاثة وشنو النتيجة؟ خسرت نادي الافريقي ما خسرتش يعني على ما نقولش على ما نقولش خذ الريسك يا ولدي اي على ما نقولش خذ الريسك ونجح فيه الطابع اللاعب باش تتحسن يلزم ستابيليتي ونيفو دو شوف في النقطة هذه باش الاوتوماتيزم سيدي علي يتحسن في النقطة هذه سيدي علي كل مدرب وتوجهاته واختياراته احنا نستناو نحكموا بعد الريزلتات يكمل ما دام قاعد يربح والثاني قولوا هو صحيح حتى لو كان مش مقتنعين معناها سلام انا مقتنع بمدرب يخدم في خدمه هايله والظاهر البصمه نتاع مدرب واحد هو عمل ماتشنير وانا تكلمت في اذاعه من الاذاعات ذولي عندك انت قلت انا مدرب انا عارف ايش قاعد يعمل والجمعيه ماشيه في السكه الصحيحه ايش عمل سيدي علي بسيشيكمون باركور في بعض الحين تجيك ماتش نيول تجيك حاجه سي نورمال عادي سيد علي. لكن سيد علي.
وجمعيه وكوتشينج تاع المدرب هاي نعطيك حاجه بسيكمون واش عمل في الفيستير ها وكواليس رد التفكير تعرف الجوريت واحنا لعبنا كوره تعرف اللي عادي ماتش كبير الجمعه جاي زعما حضر روحه حتى الدوسار يمشي يهزوا وحده ردهم تفكيرهم كي بعض ردهم كل يشبوا لبعض هو ردهم كلهم راك انت تعلق نشوف فيك ذاكر يتكلم قبليك وانت تكتب شنو وقعت تهدي في اسمي مشيش كي بيه لا ما فما مشكلة في النادي الافريقي كي نحكيه على دوزيام ميتون مثلا كان كل شوط ثاني في النادي الافريقي النسق متاعه يتيح وتتزامن النسق يتيح مع لي شانجمون معني أنا تفرجت في مقابلة الاتحاد الرياضي المونستيري النادي الإفريقي ديما بالعكس في الشوط الأول معناه يكون مسيطر يكون الريتم طالع النادي الإفريقي الدومين معناه ديما الادفيرسير الكلهم بريسك اللي لعب معه من في الأشواط الثانية كنا حكيه حتى مع في مقابلة النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي الصفاقسي في أسوأ نسخة حسب رأيي حتى كان طايح البلوك لكن وقفت منيح ترى في الوقت هذاك لا نحكي لك تكتيك ما وقف ضد النادي الفريقي مشكلة النادي الفريقي اليوم في ال 20 متر الاخرانيين اللي فريمون النادي الفريقي هاك اللي فور هذاك الكل نتاع الملاعبيه اللي قاعدين معناه في 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 يسير في الملعب مش قاعد معناه يتوج بهدف هذاك علاش ما نلقاوش اول حاجه ما لقاوش اكثر من زوز بونتو في النادي الافريقي هدف لصفر صفر صفر والنادي الافريقي اليوم اللي نحكيه اليوم معناه الكريتيك يكون على على مقابلات تعادل والا ربح خير من اللي غدويك على ديفات وجمهور النادي الافريقي توا ذاكر قال لا احنا نصبر صحيح هو المدرب من مقابل بن قردان الاولانيه نتفرجت فيه قلت فريمون فما فكر تاع مدرب سيرفو فما حاجه في المدرب هذا اما راهو جمهور النادي الافريقي بالامكانيات اليوم بالاجواء اللي موجوده اليوم نورمالمون راه توا ماخذ الفارق على على الثاني وجمهور نادي الافريقي غدوه ما يسامحكش تعمل راك ديفاي لا جمهور صحيح يصبر عليه لا لا علي. نعرف ممن انت موش الفيسبوك والمعارضين لا ممن يقدش من مره نحال المدرب الفيسبوك ذاكر يحكي هكا خاطر الزلتا ماشيه ماشيه استنى هو قال ست ماتشات انا نقول اربع ماتشات هزيمه كما قال هو وتشوف شنو يصير هذاك مش بشخلت النهار هذا مش بشخلت ما نتمناوش بالطبيعه مالوين حبيت تعلق بليك على الظهير الايسر ولا قلت ليه اليوم ايش كان اللي عمل الفارق اليوم نقارن مثلا بالاسبيرونس بالكلوب اللي عمل الفارق سيد علي وين لحظه معناتها نشوف فيه المليح بالكاميروني قاعد يقدم في موسم ممتاز مع النادي الافريقي وهذا احنا بتبعتنا احنا نشوف حتى الاكيب ناسيونال احنا حتى اللي في الكيب ناسيونال ساعات الادابتاسيون تاخذ وقت راهو في الكوره تو العصريه اذا انا يعني قلت لك اللي صلح اليوم يا سيد علي في الكوره العصريه شوف على حتى الكيب ناسيونال لعبنا بن حميد وبوشنيبه ما عملنا شيء وقتاش رجعت الكيب ناسيونال كي رجع العابدي وبكشريده اليوم في الاسبيرونس ما فماش ظاهرين فما زعلوني وفما الكامروني قاعدين يقدموا في موسم ممتاز والله نقعد هنا بيت اليوم نحكيوا على فريق موسم محترم ممتاز كبيره شويه تو نسبقوا الاحداث ونقولوا كان تتعثر وكان 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 ونحينا من كان اليوم فما حاجه نحبوا نحكيوا فيها في النادي الافريقي نحكيوا على فريق النجم اليوم غدوه كونتر مع تستين سليمان لو يفوز نحكيوا على فريق راهم في المرتبه الاولى يا اخي واعيين قاعدينش تحكيوا ولا شنو راهو نحكيوا على فريق ثاني احسن خط هجوم في البطوله شنو واعيين تحكيوا يا اخي نسبوا فيه نحن يا ودي مش كيفاش نحكيوا على فريق كيفاش شكون نحكيوا راهو بطوله اليوم باش نهزوها باش تهز بطوله مثلا بار اكزومبل راك ماكش تربح ماتشات الكره اليوم نحكيهم بعد ويت جورني فريق متصدر معناتها في المرتبه الثانيه وغدوه يربح سليمان يكون في المرتبه الاولى ونحكيه ونقول بوتوني غير بيتوني ولا درا شنو يغير معناتها كلام مش لوجيك شوف حتى في الاوروب مش احنا فما بلاتوات تحليل على معناتها غريبه شويه مع فريق تبني مش علينا احنا وعليك انت راه ساعات تسمع تحاليل ورود هذا يا تحاليل معناتها تسمع على النادي الفريقي الدوخر يا ذاكر يمشيو لك تو الكلوب تربح والله الخضراوي مش باهي لكن الخضراوي كان بيتور سامحني الخضراوي كان بيتور في الاستاد عمري ما لقيت كل وار بيتور يا ذاكر هو يقول لك والله ما ماركيش شو التحليل اسمعني يا ذاكر الشامبيونات ما زالت طويله ومن حقه ينجم يبدل ما يبدلش انا نحكم على نتيجه اليوم تحكيوا على فريق ما تنجمش تطلب منه اكثر من هكاك كنت نفس الوضعيه تاع النجم احسن حاجه قالوها لهم قالوها طارق وسيد علي اش قالوا اللي يتفرج في النادي الافريقي سنين فما بصمه فما حاجه في بيان سور يا ذاكر انا كي راه حتى كي نغزر الشامبيون ادخل اي شامبيونه في العالم تسمع فيا تلقى احنا اليوم كي تبدا عندك دفاع بي راك نجم تهز بيه شامبيونه واضح باهي سيد علي سليمان تجي تقلق الكلوب علاش ليه انا سليمان اللي عجبني في سليمان شفتها مع الترجي الحقيقه
في قربة في قربة شفت فريق لي منظم قلت عليه المرسى عمناه والاخر سيزون مع الولايد هذا هو نفس المدرب راسي مدرب ايه مدرب يعرف ايش قاعد يعمل يعرف ايش قاعد يعمل مش قارك يعطي عنده جمعيه تلعب كوره سامبل 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 تريز امبورطون في الترانزيسيون يخلق برشا فرص شفته حتى مع السيابي المرسى والسيابي عمناول وصل لي المرسى كان خمسة كان جاب بكري شوية عمناول ما تيحش المرسى خمسة ستة كوزيانوات في الميتان الأولى دويت حسوا دويت اللي تريز انتليجون يعرف يوقف جمعيته يعرف كيفاش يقسم المجهود متاع ملعبيته في شكات الكوتشينج متاعه هايل جات وقتها الاسبيرانس في الزميتان خذات وضغطت عليه برشا هذاك علاش يمكن خسر لكن الظروف الظروف متاع سليمان مش الظروف اللي كانت مع الرئيس القديم هذيك تأثرت نسبيا شوية لكن عنده عندهم ايكيب باهية ونعتقد اللي باش يكون ماتش باهي لكن حاجة بركة باش نقولها سيتاج سيتاج راهو اللي حلوا ونجم جمعية الأولى وتحللها وتنقدها وتعطي رأيك فيها حتى للأولانية لهذا الشامبيونان لا فما راي من رئيس سمح لي انت رايك فني ممتاز شوف فما راي النقد النية متاعو ماهيش ماهيش عادية ثم انواع من النقد يا سي ما نحبوش نحكموا على النوايا نحكم على النوايا ما نحكموش على النوايا تاع العباد نحكموا على الوقائع النادي الفريقي تنتصر يدور يقول والله الخضراوي بصراحه مش تاع الملعب التونسي حتى لتو صفر هدف يا ودي شد دخل قصيت لي هذاك قصيت لي كلمه واحد واحد اما حاجه الباهيه الحاجه الباهيه اللي ما قلناهاش باش نقولها توا البنيه صحيحه صحيح اللي هي العرس ديفونس ماني قلت لك تحب تظبط ولا بالديفونس خويا اش يقول للناس الحكماء تاع الكوره مش نحنا اللي برا خاطر نحنا مش حكماء بالكدا ساعات نتشقلبوا اللي برا اش يقولوا اسمع ديفونس هي اللي تجيب التيتروات ولا ها ما تقص علي اسلام والاتاك سي لا بيتري الفرجه والكيف سي لاتاك ما عادش تقص علي نكمل هذيك اما حاجه اخرى حاجه اخرى كانت عندهم ماتشات ما عادش عندنا وقت جمله اللي زاد النادي الافريقي ما استغلش تعثر المنافسين نتاعو معناها غدويك راه في الروتور فما حساب اخر معناها مش تلقى ليطوال بالكيفيه هذيا ترجي بتبيعها باش تتحسن نادي رياضي صفاقسي دونك ونادي الفريقي باش توخ لا لا ما توخرش داك سميت هذوك باش يتحسنوا وما استغلتش الفرصه وردوا بالكم شفتها وتعرف باش لا ما انت ماكش هارب لا نحكي لك على لي بوان يا ولدي افهموا لعبتوا الكوره باش يعملوا 20 ربح ذاكر ذاكر اللي حاب يقولوا انه ترجي تتعدى فتره ما يشبه ما خلتنيش نكمل جملتي يا طارق ما خلتنيش نكمل جملتي يا طارق يا طارق يا ذاكر يا ذاكر يا طارق خلينا نكمل الجمله باللي اللي حاب يقولوا انه ترجي اليوم تحب تكره تتعدى بفتره خايبه تنجم بتكون مع الفتره الجايه خير هذا اللي حاب يقولوا باش تتحسن وليطوال باش تتحسن وسفيقس باش تتحسن كلمه كلمه بقيت الماتشوي طيب ذاك خلينا ناخذ كلمه من عندك على العمران والمتلاوي ماتش بين زوز فرق العمران اللي سنام قاعده تحقق في نتائج محترمه المرتبه الثامنه حتى التوا في البطوله والسابعه مع السي اس اس ب 11 نقطه في حين المتلاوي الفتره الاخرى قاعده ترجع شويه معناها بعد البدايه الصعيبه 12 مركز 12 سبع نقاط العمران قاعده تخدم فيه هدوء تام قاعده وفاهمه روحها على شنو قاعده تلعب قاعده حاله الساك وترمي في لي بوين تخم على هدوء تخم على فصل طول نحكيوا عليه المتلوي زاد ولات عندها الثقافه بتاع ناسيونال انا ناكد لك المباراه هذه باش تكون ممتازه حتى فنيا فرجه فيها فيها فرجه فهمت لكن الحاجه اخرى زاد نحكيوا على العمران ما حتى فما حتى اجنبي احنا قاعدين نيو في الفرق نتاعنا على جنب ما عندها حتى اجنبي اعتقد ناويين يجيبوا في الشتاء نحكي على تول بدايه بتاعها الانتصارات تعمل فيها ومباريات وتعادلات والمردود الممتاز حتى تنهزم بلاعبين اغلبيتهم انتدابات من القسم الثاني الرابطه الثانيه من الرابطه الثانيه ما فماش اسامي كبار ناس المدرب اي فريق برافو للبريزيدون وعبد السلام اي فريق هاي. يطلع للناسيونال يبدل المدرب تاعه يمشي يجيب جون كلود درشكون ومن الغادي وصطاف كامل عاملين سياسه واحده واحده ما هذا زاد الفرق اما ما يمنعش انا نعرف تفكير عبد السلام ولدي
نعرف تفكيره حلو الميساج هذا فيها. انا بالسياسه وقاعد يبربش فماشي حويجه القدام كوب خمسه الاولى الاربعه الاولانين قفصه واستاد قفصه سنين تقريبا كيف كيف كما تطويم متشابه الوضعيه في اسفل الجدول. استاد باش يكون لها ديبلاسمون استاد فماش ستابيليتي معناها ماتش الفوق وماتش اللوطا رغم ان الكلاسمون حتى لتوا محترم جدا. الملعب التونسي السادس او الخامس مع الترجي ب 15 نقطه. كيف تشوف هالمقابله نتاع استاد وقفصه؟ بون استاد نتائج اسلام على حسب ما تحكي انت ممكن زيد شفنا الماتش الاخرين نتاع عمران مع بلانتي نتاع اومارو اللي ضاعت ممكن تخليه زيد اليوم متواجد في الترتيب الاولاني. معناتها كي تشوف اسلام على المجمل فريق اليوم ما قامش بانتدابات وما جابش مهاجمين وعلى كيما شفت معناتها خروج الخضراء مع عوض جاب زياد بريم لا ما عوضش ما عوضش كوم يلفوه. معناتها اليوم كي قيمه هيثم جويني وخضراوي وبن عبده يظهر لي اليوم معناتها كي راه النتائج نتاع الملعب التونسي مع امير كانزاري يظهر لي حاجه باهيه بور مومون. ممكن حتى شو سافوار شنو باش يصير في ديسمبر باش يعملوا دي ريكروتمون ولا قفصه صحيح مع جمال خشارم حسيت انا كونه قفصه تخمم اكثر في ريكروتمون في ديسمبر مع بيج دود وكل شيء مي ديما تقعد تيرا قفصه راه صعيب برشا كيف كيف الملعب التونسي بزيد معناتها شو باش يتاقلم مع وضعيه الميدان خاطر وضعيه الميدان ريتها خايبه برشا في قفصه. انا راه خويا ماتش صعيب وان شاء الله حبيت تعلق سيدي بسرعه. لا والله حبيت نعلق انا على القفصه ماتش صعيب ياسر بالنسبه لها هي خاطر هذه تنجم تقول تفرهدها كانت تروبون تفرهدها وباش نقول استاد استاد بعد ما برشا ملاعبيه خرجوا وما تعوضوش بالكيفيه اللازمه. لكن نقول حاجه في سقس المدرب صراحه تامه عمناول مشى وشوف قداش من الملاعبيه اللي نساهم في السي بي وصول بها فينال السنه نفس الشيء طلع ملاعبيه كي قديده كيما خليل العياري كيما منصف الغربي الشمس وبرشا ملاعبيه صغار من قبل يلعبوا خليل العياري وال من عمناول يلعب قديده اما زادوا لعبات اخرين. نعتقد لي ماهر كنزاري مشات عليه اللي هو يحب الصغار ويلانسي صغار وعنده الشجاعة ومن أحسن المدربين. شفت علاش من أول حسن بالنسبة لي أنا مدرب عام 24 هو ماهر كنزاري الحقيقة. شفت علاش من أول حسن نقول لكم فيسع فيسع باش ماتش كيما ماتش هكا البيجا والمستير ماتش كبير ما يقعدش دقيقة واحدة باش نحكيو عليه. تعالي خلينا نعطيك تعليق على على المقابلة هذه. ماتش منتظر البيجا الثالثة 17 نقطة والمستير الرابعة 16 نقطة. معناها المقابلات هذوما معناها تستناهم سيرتو معناها نحكيو على زوز فرق فنيا ممتازين زوز يلعبوا كوره زوز معناها يحلوا اللعب فرجوي معناها حتى الكوره اللي ريناها مع المستير وكيف كيف مع بيجا نستناهم مقابله كبيره بون 3 بوان مهمين البيجا ولا الاتحاد فرق تعرف تنتصر زاده وتستغل بتبيع التعثر المنافسين نتاعها باش يتقدموا حتى العام الميدان ممتاز راهو سامي ذولي اللعبه في الكيف في الكيف في الكيف صراحه الاتحاد المنستيري ولات كل موجوده في مباراه فما الفرجه حتى بيجا زاد الاتحاد رينا في كاس افريقيا مع الجزائريه رينا في تونس رينا في بلاده في هرادس ديما وخويا محليهم عندهم صغيرات ساعات في شانجمون ذاكر تحسوا مني ذاكر ونحن كلهم أكبر ذاكر ممتازين ذاكر الأونيفو في كاسيتي ديفونسيف فكان الكورة في الديال هايلين هايلين وحاجة هايلة ومدرب هايل في الترانزيسيون سون تري رابيد فريمون ستي باليكيب ولا باجا زاد راهي فرجة السونداج خويا السونداج منتظر على الاخر الماتش هذا السونداج 650 شخص صوتونا متقرب برشا النتيجة نتاع السونداج نعم مع تشريك من ميش 49% 51% ضد تشريك من ميش في المقابل نعملوا حارس منه وحارس منه واحد يلعب مع بلقردين يعطيك صحة شكرا لك ذاكر الدواتي طارق العبدالي بارك الله فيك أيضا شكرا مروان تاج يعطيك صحة وأيضا سي علي الكعبي شكرا لك الكل في الإخراج أجمل تحيات إسلام المد مزروب